قانون استنيناه كتير ومتعلق طبعاً بالاستثمار وتهيئة مناخ الاستثمار. بتكلم عن القانون الاستثماري الجديد اللي النهاردة قسم التشريع في مجلس الدولة وافق عليه، وتقرر إحالة طبعاً بعد الموافقة لمجلس الوزراء علشان يستكملوا إجراءات إصداره ويتعرض بعد كده على مجلس النواب. رئيس قسم التشريع في مجلس الدولة طلع بيان وقال فيه أن الدستور كفل في المادة 27 و28 حماية الأنشطة الاقتصادية الإنتاجية كمقومات أساسية للاقتصاد القومي بما يكفل رفع معدل النمو الحقيقي للاقتصاد ورفع مستوى المعيشة وزيادة فرص العمل وتقليل معدلات البطالة والقضاء على الفقر. ده بالنسبة لقانون الاستثمار. كمان قسم التشريع في مجلس الدولة انتهى برضو من مراجعة مشروع قانون التظاهر والسجون. معانا كده معلومات متعلقة بالقانون، طيب لسه ما هوش جاهز، لكن يعني القانون النهاردة بيتكلم على المناطق الاستثمارية وإنشائها هيكون وفقا لإيه في تحديدها، تحديد اختصاصاتها، الأنشطة اللي ممكن تكون موجودة في هذه المناطق، كمان الإجراءات بقى، يعني بنتكلم على الشباك الواحد أو إزاي نختصر في الوقت وفي الإجراءات من خلال طبعا النظام ده لتيسير وتبسيط إجراءات حصول المستثمر على جميع الموافقات والتصاريح والتراخيص اللازمة لمشروعه. ده هيكون في الهيئة المصرية للاستثمار. مكاتب للاعتماد، يعني كل ما هو متعلق كمان بالمستثمر الأجنبي وإزاي يتم معاملته ويتم تبسيط الإجراءات بالنسبة له. كمان النزاعات الملكية أو يعني لو في أي إشكالية في المشاريع قبل ما نوصل للتحكيم الدولي وطبعا يكلفنا مليارات الجنيهات أو الدولارات بقى في الحالة دي، فإزاي برضو أن يكون في شغل متعلق بالدولة والأجهزة التنفيذية علشان نبسط القصة وما يكونش النهاية عند التحكيم. على كل أحوال الموضوع طبعا بكل تفاصيله بالتأكيد هنرجع ونتكلم فيه باستفاضة، لأنه قصة احنا استنيناها كتير والقانون مرة واتنين مسودة، فأهمية خروج القانون ده للنور في التوقيت ده يعني اتأخر صحيح، لكن أكيد هنبص عليه ونشوف يعني ردود الأفعال عند المستثمرين وعند قطاع الأعمال بشكل عام شايفينه إزاي.